مفيش شك ان الصحوبيه والصداقه الحقيقيه هي كنز. كنز اي حد في الدنيا بيتمنى ان يكون عنده صاحب الجدع اللي يعوضه فعلا عن اخوه في غيابه، او حتى لو كان زي حالاتي كده ملوش اخ، بيتمنى ان يكون عنده صاحب او صديق سند ليه. كلنا وقت الازمات، وقت المواقف الصعبه، او حتى لو مش مواقف صعبه، حتى لو كانت مواقف بسيطه، بندور على حد نحكي له. هو الانسان بطبعه اجتماعي، يحب يتكلم كتير ويحب يشارك الناس اللحظات بتاعته، ويحب يحكي ويشكي ويتكلم ويتفاعل مع الناس. هو الانسان كده يعني. فلازم يكون عندك صاحب او صديق مقرب منك تقعد تتكلم معاه وتاخد من خبراته ويحكي لك وتحكي له. فطبيعي ان كل واحد فينا مع مرور الوقت بيكون معاه صاحب كده بيطلع معاه كل مراحل عمره، ممكن ما يكونش واحد بس. سؤال النهارده بيقول الصاحب الجدع هو السند الحقيقي. احكي لنا عن موقف مع صاحبك الجدع، وهنبتدي مع جمال. عندك صحاب جدعان الاول؟ عندي صحاب جدعان كتير. لا عندي يعني غريبة. الحمد لله عندي، وعندي يعني اكتر من حد، وفي يعني في حد يعني ناس من المدرسه، ناس من الجامعه، ناس عرفتهم بعد من المدرسه ومكملين معاكي. عظيم. يعني بس مش كتير يعني تقريبا اتنين مثلا من المدرسه، والجامعه برضو عملت منها صحاب الحقيقه جدعان جدا، وطبعا بقالهم كتير برضو عشان اقول قد ايه، بس بقالهم كتير برضو. طيب نحكي مواقف، يعني احنا محتاجين مواقف مثلا تكوني انت كنتي في في في, في ازمه مثلا، او في موقف صعب شويه، وكلمت حد من صحابك فجالك و هقول لك وانقذك. مره كنت انا وماما رايحين عند ناس قرايبنا، يعني انا فاكره كنا رايحين مصر الجديده، وبعدين فجاه العربيه وقفت، قررت العربيه تقف في حته كده كمان في مكان صعب، يعني مش مكان حتى لطيف يعني. المهم كان في حد من صحابي بيفهم في العربيات قوي، فكلمت سالته حصل كذا كذا كذا، طب خلاص بقى، لا خلاص احنا انا جاي. طب قولي بس في، لا خلاص كده العربيه مش هتمشي انا جاي. المهم هو جه، وهو جاي في الطريق حصل، وكان جاي على يعني موتوسيكل يعني. المهم ال الموتوسيكل وقف بيه، ف عطل بيه ما شاء الله، ده سبته بقى يعني حل مشكلتك. لا انت جدع قوي يعني، نتكلم عن الاصدقاء والجدعانه وانت جدع قوي. انا دلوقتي في مشكله. تمام. المهم ففي حد تاني من صحابنا عنده مركز يعني حاجه تصليح عربيات صيانة وكده، ماشي. فكلمته طب حصل كذا كذا في العربيه، طب خلاص انا جاي لك، وايه والونش هيجي يعني ورايا بقى. هاتل بالونش. لا هو جه خلاص، سبت وفتح العربيه للراجل بتاع الونش، سبت له العربيه خلاص، ومشينا انا وماما بقى، رحنا لقرايبنا عادي. بعد ساعتين ثلاثة كده اطمن بقى يعني، خلاص اتغدينا وصلنا عند الناس نطمن بقى، فاكتشفت ان العجل بتاع عربيته هو فرقع. فالموضوع خلص في الاخر ان انا بعد ما كانت انا اللي عربيتي بايظة، هما الاتنين في الشارع بيصلحوا عربياتهم. وهي جدعة يعني، يا تكن مثل جمانة، خليك مثل اصدقائها يعني. ده كان موقف مثلا، بس في الاخر يعني الحمد لله احنا الثلاثه الحمد لله موقف عدى على خير. ولا في موقف كتير قوي والله، بحس انه مثلا بالنسبه لي انا جزء كبير جدا من رزقي في الصحاب، الحمد لله عندي صحاب الحمد لله. الحمد لله انا شايفه ان انا ربنا رزقني بصحاب جدعان من زمان، زي ما قلت لك مدرسه جامعه حتى بعد كده في الشغل، والله انا جدع ده يعني. وهم صابورين كمان، هم يتحملوك يعني. لا ما هم مضطرين، فهم صابورين. ما في مواقف قبلها تانية انا كنت برضو جدع معايا. كنت جدع. ايوه طبعا، ما هو بكل تاكيد يعني المواقف بتبقى متبادله، لان دي الصداقه يعني غير مشروطه بالظبط. يعني غير مشروطه، وحتى لو هتعرف حد ممكن يعني ما تستجدعش معاه لو هو مش جدع معاك، يعني هي بتطلع كده اعتقد يعني. طب انت ايه بقى المواقف؟ صحيح انا يعني مش هختزل الصداقه، انا عندي يعني صديق، يعني عندي اصدقاء كتيره، بس المقربين قوي انت عارفه ان الدايره بتقفل كده كل لما بنكبر يعني. ففي صديق يعني ليا صديقي كده برجع له في كل صغيره وكبيره، يعني مش مساله موقف كبير او ازمه او عطلان بعربيه فيش، لا كل صغيره وكبيره، العربيه عطلت بكلمه، عايز اشتري بنطلون بكلمه، عايز اشتري نظاره بكلمه. هو مستحملك الحقيقه. يعني عايز بنطلون بكلمه، عايز نظاره بكلمه، اي حاجه والله، يعني مش كده بس، يعني اي حاجه محتاجها بكلمه، بكلمه في اكل بكلمه، يعني فاضي بكلمه، مشغول بكلمه، عايز اي حاجه، عايز اشتري اي حاجه برجع له هو على طول، عايز دواء مش موجود بكلمه هو يدور لي عليه. عارفه هو فعلا السند. هو السند فعلا يعني، عارفه هو دايما ارجع له. لا بجد والله صاحبك ده يعني بيشتغل، حاسه ان هو فاهم في كل حاجه تقريبا. لا هو ما شاء الله، لا عنده خبرات حياتيه كتير يعني، ف يعني عنده من الخبرات كتير، فبيفيدني الحقيقه في كل موقف يعني. طب بيكلمك بقى هو لما بيحتاج حاجه؟ لا
بيكلمني بس يطمن عليا بمنتهى الامانه فعلا والله بيكلمني يطمن عليا وعامل ايه واخبارك. ممكن يسالني عن حاجه مثلا هو مش عارفها سريعا كده بتاع اقول له عليها، لكن وقت الاحتياج لا ما بيصدقش كده مش معتبرني صدق في انا واقفه بقى تشوف تفكر في الموضوع صحيح جاتش في بالي دي. طيب وايه تاني يعني ايه المواقف؟ مش فاكر اي موقف مثلا بعينه حصل؟ لا موقف بالظبط مش فاكر، ومش عايز اختزل الصداقه ما بيننا لان احنا بقالنا مثلا 25 سنه اصدقاء، فمش عايز اختزل الصداقه في موقف، لكن بكل تاكيد هو واقف معايا في كل صغيره وكبيره. ولازم هنا عايزين نتكلم برضو مع حضراتكم ان احنا نفرق ما بين الصديق وما بين زميل العمل وما بين حد قابلته في قعده على قهوه مره مرتين، حد بتاع خروجه مش عارف ايه. الناس عندها يعني عدم القدرة على التمييز في بعض الأحيان ما بين إن ده صديق وإن ده زميل عمل أو إن ده جار وتقابلنا مرة اتنين وقفنا على السلم نزلنا قعدنا على قهوة مع بعض شوية، فالناس بتتخيل إن ده صاحب، فلما يطلع موقف منه ما فيهوش أي جدعانة أو فيه مش هنقول ندالة يعني هنقول مثلا إيه إن هو خلع في موقف كنت محتاجه، فأنت ممكن تقعد متضايق ان انت كنت بتعتبره صاحبك، لا ده سوء تقدير منك انت. صحيح الناس بتخلط احيانا ما بين يعني ما بتبقاش عارفه الحدود بينها وبين بعض، في حد ممكن فعلا يكون صاحب قريب جدا ليك، ده بيبقى من المواقف ومش شرط العشره مش شرط الوقت، لان انا بصراحه ما بقتنعش بالموضوع ده، مش شرط انه الصاحب بنقيس القرب او قربنا من بعض بالوقت، ملهاش اي علاقه، بس بيبقى في مواقف كتير جدا بنبقى عارفين احنا حدودنا مع بعض ايه. في زميل عمل، في زميل عمل بالمناسبه مقرب، في زميل عمل يعني العلاقه ممكن تكون مش اقوى حاجه مثلا او ما فيش كلام بيننا وبين بعض، بس طبعا بنحترم بعض. في احيانا معارف، في ناس بتبقى يعني انت عارف ان الشخص ده ممكن مثلا تسافر معاه، الشخص ده ممكن تستشيره في حاجه معينه، بس ده مش معناه ابدا ان احنا وصلنا لمنزله الاصدقاء المقربين. صح. فاحنا احيانا بيكون عندنا خلط، فاحيانا انت اللي لو انت اللي عندك المشكله دي بتزعل من اللي قدامك انت ازاي ما كنتش موجود او ازاي مش واقف معايا او انا اللي قدامك غلط. مبقاش فاهم صح عشان انا قدرته غلط بالظبط، والعكس برضه. انا عايز اختلف معاكي في مساله الوقت. الوقت مهم جدا في الصداقه، يعني طول ما احنا قاعدين مع بعض وخارجين مع بعض وقاعدين وبنتقابل وبيننا تليفونات وخروجات وبيننا مواقف حلوه ومواقف وحشه، ما هي دي هتبين الصاحب الحقيقي او الصديق الحقيقي من صدقني لغايه وقت قريب انا كنت عندي نفس المعتقد ده يعني، بس يمكن خلال تجارب انا شفتها ملهاش علاقه بالوقت، هي ليها علاقه اكتر بالمواقف. ممكن في وقت قليل جدا يبقى عندك صديق لسه متعرف عليه من خلال المواقف تكتشف انه احسن من ناس كتير قوي انت كنت تعرفها من زمان. دي حلاوه البدايات صدقيني، يعني لا احنا لا في لا. البدايات فعلا لما بنتعرف على حد والكيمياء بتتلاقى كده او يعني بنتلاقى ذهنيا يعني وبنلاقي افكارنا متقاربه من بعض وطريقه تفكيرنا قريبه من بعض بنتخيل ان ده صديق وبنقعد مع بعض. انا مش بشكك في الشخص ده مثلا او بقول ان هو غدار او لا، هي البدايات دايما بتكون كده، اهتمام وتليفونات وما تيجي نخرج مره في اتنين في ثلاثه في اربعه، لكن هل ده يعتبر صديق حقيقي؟ انتوا ممكن تقولوا لنا هل ده يعتبر صديق حقيقي؟ بص انا مش بتكلم برضو على المكالمات، انا بتكلم على المواقف. حتى لو مواقف يعني برضو في البدايات، في البدايات بنلاقي بالعكس. لا بالعكس، لو في البدايات وحصل لك موقف على فكره هو مش مطالب خالص ان هو يكون واقف معاك بالعكس، لكن في ناس فعلا لو انت فكرت فيها، اصل انا شفت المواقف دي فعلا يعني اتحطيت فيها وشفتها بعيني، في ناس بجد اعرفها من سنين كتير أول ما يحصل موقف كبير بنلاقيه مش موجود، أول حتى ما يحصل تعارض أو تضارب في المصالح بنلاقي الموضوع اختلف تماماً. فهي المواقف أعتقد من وجهة نظري طبعاً متواضعة جداً، هي مواقف ومش فكرة وقت خالص. في ناس نعرفها لسنين طويلة ونكتشف فيها صفات وخصال أصلاً ما كناش نعرفها مع المواقف ومع الأيام، بالعكس نكتشف حاجات أصلاً ما كناش شايفينها يا شاذلي. لكن هي أعتقد أنه بيبقى هنا كلمة السر فعلا المواقف، او كمان الاصعب من المواقف تعارض المصالح. صحيح في ناس ممكن يفضلوا صحابك لكن اول ما المصلحه تتعارض بالظبط مصلحتك ومصلحته بيتعارضوا مع بعض، هنا بقى عدوك. مش صحيح يعني على اي حال الصاحب كده لازم يكون ليه معايير معينه لازم تكون موجوده، زي ما كنا بنتكلم انا وشاذلي مع حضراتكم نكون برتاح بالكلام معاه، يكون شخص قادر انه يكتم الاسرار على فكره ان كنتوا كويسين او انه حصل مشكله بينكم، حتى يعني لو لا قدر الله حصل مشكله بينكم برضه يفضل حافظ سرك، يكون عارفين تفهموا بعض، عارفين تتعاملوا مع بعض، مش محتاجين طول الوقت تبرروا افعالكم لبعض، فاهمين يعني حاسين بسلام نفسي وانتوا قاعدين مع بعض. اعتقد ان هو ده الصاحب السوي اللي يستحق انه يكمل معاك عامه
لفتره طويله. على اي حال ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. الصاحب الجدع احكوا لنا عن مواقفكم مع صحابكم الجدعان. سؤالنا مره تانية موجود على صفحتنا على فيسبوك ومستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.